خلينا يا مفيدة نروح نشوف الجزء اتفضلي. طبعا اللي قالت فيه بسمة هذا الكلام، واحنا كنا بنكلمها عن اكتئاب ما بعد الولادة، وهي كانت عاملة فيلم عن اكتئاب ما بعد الولادة، وهي عندها تجربة شخصية هي نفسها في القصة دي مع نادية. تجربة حلوة، وأحلى حاجة أنت إنجازك الحقيقي زي ما أنت بتوصفي نادية. لكن جالك اكتئاب ما بعد الولادة، أنت جسدتيه في فيلم اللي هو بعلم الوصول، لكن إحنا عايزين تجسيدك ليه في الحياة. احكي لنا كده اكتئاب ما بعد الولادة، لأنه بيحصل لبنات وستات كتير. ليه جالك اكتئاب؟ لأن أولا أنا لما خلفت ما كنتش صغيرة قوي، ف ولا انت كبيره قوي برضو، ولا كبيره قوي، يعني انا شايفه ان انا عملت الحاجات في السن المناسب ليها. بس هو فكره ان انا دخلت اوضه كبني ادم واحد طلعت كاتنين بني ادمين مبدئيا، دي كانت خضه كبيره جدا، وكنت بقعد كتير قوي ابص لها وانا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. حاجات كتير قوي كانت قناعات بالنسبه لي، ولقيتها بتتغير فيا وانا مش عارفه، يعني مفيش حاجه في ايدي اعملها. ايه الحاجات اللي كانت قناعات؟ اصل قناعات يعني انت بلورتي شخصيتك عليها، اتغيرت عشان خاطر ناديه الحلوه. زي ايه يعني؟ بس زي يعني مثلا عايزاكي تفتحي الرضاعة. للجمهور الرضاعه، انا كنت بقول لهم انا مش هرضع. ليه يا بسمه مش هترضعي؟ لان انا مش بقره، انا مش همارس دور البقره في حياه حد. كنت واخده الموقف. وانا اعتقد ان دي كانت شخصيتك. انا اصدق دماغي دي. انا انتهيت ان انا رضعت سنتين طبيعي. من نفسك انت اللي خدتي القرار من نفسك؟ اول ما الموضوع مشي، اول ما عرفنا انا وهي وبقى في البوند بتاع الرضاعه، لا انا بقول لك انا قعدت سنتين ارضع اون ديماند، مش اللي هو كل 3 ساعات ولا كل 6 ساعات. لا كل ما ناديه تبقى عايزه. يعني اكتئاب ما بعد الولاده وبيدي للناس قرارات. العواطف او لما بيحصل بقى عاطفه كبيره، وبسمه ده ربنا اكرمها، في ناس بتقعد بال4 سنين والاكثر من 4 سنين عندهم نفس المشكله، اكتئاب ما بعد الولاده، فهي كان عندها درجه اقل. وقالت يا مفيده انها بالعكس، يعني كل الحاجات دي اختلفت تماما وبقت النقيض. بصي انا يا سهير هرجع اسال نفس السؤال الدكتوره امنه سالته، ليه عملنا كده؟ يعني ليه احنا نطلع بسمة وغيرها من شخصيات كبيرة وليها قيمة نطلعهم بشكل إجرامي متوحش؟ فايدة ايه ان انت اللي نزل الخبر؟ انت انبسطت يعني ان بسمة قعدت تتهزق وتتشتم من الناس لمدة 2 يومين؟ طب تمام، بس في الاخر خالص ربنا انصفها، نزلنا الفيديو اللي هي قالته ان احنا ما افتعلناهوش. دكتورة أمنة النهاردة اعترفت وقالت مش من المفروض ان ده كان يحصل، وفي الاخر انا مش شايفة الا ان انت اخدت ذنوب بعدد شعر راسك او راسك او راسكو كلكو على بعض. اعتقد لما يجي وقتها مش هتعرف تلم الذنوب والسيئات. اعتبرها نصيحة، اعتبروها كلمة لحد اي كلام قالها، لكن راعوا ربنا لان وقت الحساب محدش بيشيل وزر حد غير نفسه. الظلم صعب جدا، بلاش ننصب نفسنا حكام على بعض، لازم احنا كلنا واولكم احنا نراجع نفسنا في الدقة، ونحاول ان احنا نتحرى الدقة ونتيقن من كل كلمة بنقولها، مش بس بنشيرها او بنتعامل معاها على انها حقيقة وهي ممكن تكون ابعد ما يكون عن الحقيقة. يومكم زي الفل. عن